الجزء الثاني نيجي لي الهدفين هتكلم فيهم يا كابتن. ماشي اتفضل. هدف كريم فؤاد الاولاني تميز جدا من كريم، وازاي ان هو حس بالمكان ولحظه اللعب هو كان في موقف سليم، وده كان عند المساعد محمد العزازي. هشوف اللعبه ديت وهعمل بيها مقارنه بالهدف الخامس. ايوه نفس الحكم المساعد محمد العزازي. انا بقول الكلام دوت ليه؟ لان كريم في اللعبه الاولانيه كان عنده قراءه ربط. أيوة. ازاي هو واقف فين؟ وبالتالي هو كان موقف سليم. في الثانيه هعمل مقارنه يا كابتن وشوف. ماشي. التانية اعتقد هيبقى في كلام تاني هنقوله فيها. ماشي. والخطوط اللي هي موجودة هنتكلم فيها.